بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 28. صلى الله وسلم على نبينا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، أما بعد، فإن شهر رمضان شهر عظيم فضله الله على سائر الشهور بفضائل عظيمة، وإن كان كل الوقت ثمين وكل الحياة مجال للخير وكل العمر مكسب لمن وفقه الله، إلا أن الله خصص بعض الأوقات بمزيد فضل، رحمة بعباده من أجل أن يتزودوا لآخرتهم من دنياهم. تمر بهم هذه الأوقات الفاضلة يجتهدون فيها بالأعمال الصالحة، فتضاعف لهم حسناتهم، تغفر لهم سيئاتهم، ويحصلون في الوقت القصير على خير كثير من وفقه الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان فضله الله على شهور العام بفضائل كثيرة، من أهمها أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقوله الذي أنزل فيه القرآن هذا تفضيل له وتمييز له على غيره بهذه الميزة العظيمة، وهي إنزال القرآن فيه. وكذلك مما ميز الله به هذا الشهر أن الله أوجب صيامه، فقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإيجاب صيامه على الأمة تفضيل له على غيره، حيث جعل صيامه أحد أركان الإسلام، فهو شهر يؤدى فيه ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، فهذا تفضيل له على غيره من الشهور. وكذلك من فضائل هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته قيامه، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان يحصل بصلاة التراويح وصلاة التهجد في آخر الشهر، فالقيام معناه الصلاة،
الصلاة فيه، صلاة التراويح جماعة في المساجد، صلاة التهجد في آخر الليل في العشر الأواخر، هذا مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في هذا الشهر. في سائر السنة يشرع قيام الليل لكن على غير الصفة التي تحصل في قيام رمضان. القيام رمضان يكون في المساجد ويكون جماعة، وأما قيام الليل في غير شهر رمضان فإنه لا تشرع له الجماعة ولا يكون في المساجد، بل يكون في البيوت أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أما رمضان فيختص في أنه يصلى فيه القيام جماعة في المساجد إظهارا لهذه الشعيرة في هذا الشهر المبارك. ومن فضائل شهر رمضان أن الله جل وعلا يعتق عبيده فيه من النار ويغفر لهم، فهو شهر مغفرة وعتق ورحمة. فقد صعد صلى الله عليه وسلم يوما المنبر فقال: آمين 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 3 مرات، ثم أخبر أصحابه لماذا قال آمين. أن جبريل عليه السلام قال له: يا محمد، من أدرك من أمتك أحد أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فلم يدخلاه الجنة قل آمين. قلت آمين. قال: ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات دخل النار قل آمين. قلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فدخل النار قل آمين. قلت آمين. 3 مسائل: دعا فيها جبريل على من لم يستفد منها ودخل النار، وأمن الرسول صلى الله عليه وسلم على دعائه، ومن ذلك شهر رمضان. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، إذا لم يغفر له في شهر رمضان وهو شهر المغفرة والقرب من الله جل وعلا، فإنه فاته موسم عظيم قد لا يتكرر له مرة ثانية. فهذا فيه ميزة لهذا الشهر على غيره، أنه شهر المغفرة،
ومن فاتته المغفرة في شهر رمضان فحري أن تفوته المغفرة في غيره من باب أولى. وقد جاء في الحديث أن ثلاثة من المسلمين من المؤمنين كانوا مجتهدين في العبادة ومتساوين في العبادة والجهاد في سبيل الله، فاستشهد اثنان في سبيل الله وبقي الثالث بعدهما ومات على فراشه، فروي أنه سبق أخويه الشهيدين فتعجب الناس كيف الذي مات على فراشه يسبق الشهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم تعجبوا قال: أليس عاش بعدهما فصلى كذا وكذا من الصلوات؟ قالوا: بلى. قال: أليس أدرك شهر رمضان فصامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده إن بينهما لما بين السماء إن بينهما كما بين السماء والأرض. أدرك شهر رمضان بعدهما وصامه وقامه، ففاز على أخويه الشهيدين. هذا دليل على فضل هذا الشهر العظيم لمن وفقه الله، أما من لم يوفقه الله فإنه يمر عليه هذا الشهر كغيره من الشهور ولا يتنبه لنفسه، يمر عليه ولا يستفيد منه. أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، فالذي لا يتنبه لهذا الشهر ولا يستغله في طاعة الله هذا خاسر. ومن مزايا هذا الشهر العظيم أن الله جعل فيه ليلة واحدة خيرا من ألف شهر، وهي ليلة القدر، هذه في رمضان، هذه إحدى ليالي رمضان، وهي خير من ألف شهر بنص القرآن العظيم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة القدر، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك، هذا تفخيم لها، تفخيم، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح، قيل هو جبريل، يعني جبريل هو الروح الأمين، وقيل الروح طائفة من الملائكة، طائفة خاصة من الملائكة بإذن ربهم بأمره سبحانه وتعالى، من كل
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي سلام وهي ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة تتنزل فيها الملائكة بالرحمة وإعانة بني آدم على القيام والدعاء. وألف شهر إذا حسبت صارت 83 سنة وزيادة أشهر، يعني من وفق في هذه الليلة وقام وعمل فيها خيرا فإن عمل هذه الليلة يعادل عمل 83 سنة وزيادة أشهر. هذا خير عظيم لمن وفقه الله. وهي في هذا الشهر ليلة القدر، لا شك أنها في شهر رمضان، لكنها أخفيت فيه من أجل أن يجتهد المسلم في جميع ليالي الشهر حتى يفوز بهذه الليلة ويفوز ببقية ليالي رمضان زيادة خير. فمن قام جميع ليالي رمضان فلا شك أنها مرت عليه ليلة القدر وقامها، وأما من لم يقم إلا بعض الليالي فلا يضمن أنه أدرك ليلة القدر، فقد تكون في الليالي التي تركها، مما يؤكد على المسلم أن يجتهد وأن يقوم جميع ليالي رمضان حتى يفوز بهذه الليلة ويفوز بقيام شهر رمضان، يكون قام شهر رمضان وقام ليلة القدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحصل له قيامان، قيام ليالي شهر رمضان وقيام ليلة القدر. شهر رمضان يأتي على الأمة، فمنهم من الأمة من هو محسن في كل السنة يصوم من السنة ويقوم ليالي السنة، لا يترك ليلة من ليالي السنة إلا ويقوم فيها، فإذا جاء رمضان زاد قيامه ازداد خيرا إلى خير، ازداد خيرا إلى خير، قيام ليالي السنة وقيام شهر رمضان وقيام ليلة القدر خير إلى خير. ومن الناس من يكون غافلا ومقصرا في سنته، فإذا جاء شهر رمضان انتبه لنفسه واستيقظ لنفسه فاجتهد في شهر رمضان، فصار شهر رمضان منبها له
فتغفر له ذنوبه، لأن رمضان شهر مغفرة، تغفر له ذنوبه التي كان مسيئا بها في سنته. إذا وفقه الله لشهر رمضان وتنبه وتاب واستغفر غفر الله له ذنوبه. وجاء في الحديث أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن الناس صنف ثالث كان هالكا بذنوبه، كان هالكا بذنوبه، يرتكب الكبائر والموبقات التي استحق بها دخول النار، فلما جاء شهر رمضان تاب إلى الله، تنبه وتاب إلى الله من الذنوب الكبائر فأعتقه الله من النار بعدما استحق دخولها. لما تاب في رمضان أعتقه الله من النار. فهذه أقسام المسلمين في شهر رمضان، ثلاثة أقسام: المحسنون الذين ليس لهم ذنوب وكانوا صالحين في كل السنة واكتسبوا في شهر رمضان زيادة صلاح وخير، والمذنبون الذين كانت لهم ذنوب صغائر لو بقيت عليهم لأهلكتهم، ثم لما جاء رمضان وصاموا وقاموا غفرت لهم ذنوبهم. والمستوجبون لدخول النار بكبائر وموبقات اقترفوها فتابوا إلى الله منها في شهر رمضان فغفر الله لهم واعتقهم من النار. هناك صنف رابع لم يتنبه في رمضان، صنف رابع مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي ومستغرق في غفلته وشهواته المحرمة، وجاء شهر رمضان ولم يتغير حاله ولم يتنبه بل بقي على سوءه أو ازداد سوءا أكثر، فهذا لم ينتفع في شهر رمضان، وهذا هو الذي أدركه شهر رمضان فلم يغفر له، وهو الذي أخبر عنه جبريل وأمن الرسول صلى الله عليه وسلم على حالته: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار، نسأل الله العافية. إذن فهذا الشهر شهر عظيم وموسم كريم ووافد خير على هذه الأمة، يتكرر عليها كل سنة من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا الشهر في السنة مطهرة للعباد وسوقا من أسواق الجنة يتاجرون فيه بالأعمال الصالحة. الناس الآن في أمور الدنيا تفتح لهم أسواق تجارية ومعارض تجارية تعرض فيها السلع النفيسة
ويحصل فيها تنزيلات فيتسابق الناس إلى هذه الأسواق وهذه المعارض يستفيدوا منها ومن تخفيضاتها ومن الحصول على معروضاتها. شهر رمضان جعله الله سوقا للصالحين، سوقا للآخرة، ليس سوقا للدنيا بل هو سوق للآخرة، تعرض فيه الأعمال الصالحة، تعرض فيه الجنة، تعرض فيه الجنة، تفتح فيه أبواب الجنة كما في الحديث، وتغلق فيه أبواب النار، ويصفد فيه الشيطان. فهو موسم عظيم وسوق من أسواق الجنة، تعرض فيه الجنة للبيع، من يشتري؟ الناس لو تعرض أمامهم عمارات ولا شقق ولا للبيع رأيتهم يتسابقون إليها، كل نبي يحصل له منزل، كل نبي يحصل له دار يسكنها. في رمضان تعرض الجنة، الجنة تعرض بأرخص الأسعار، بأرخص الأسعار لمن وفقه الله، وأيسر الأثمان لمن وفقه الله. لكن قل من يشتري، قل من يسوم من العباد، بينما لو عرض لهم طمع من مطامع الدنيا لبادروا إليه، يقولون لا يفوت هذا السوق، لا يفوت هذا المعرض، تسابقون إليه، تسابقون إلى أمور الدنيا وطمع الدنيا. والذي لم يحصل منه على شيء يندم ويتحسر، أما سوق رمضان، سوق الجنة، سوق الأعمال الصالحة، فقل من يتنبه له، مع أن أسواق الدنيا التجارية قد يكون كثير من الناس ليس بأيديهم نقود يشترون منها، ليس بأيديهم نقود يشترون من هذه المعروضات، بينما سلع الجنة وأسواق الجنة كل يستطيع أن يشتري منها، ميسرة ميسرة، كل يستطيع. أما أسواق الدنيا ما يستطيع إلا الذي عنده دراهم، أما أسواق الجنة كل يستطيع بأيسر الأثمان، ميسرة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة، تجارة، يمكن تقول أنا والله أنا ما عندي مال، أنا فقير، أنا فقير، هذه تجارة وأنا ما عندي مال. قال الله تعالى تؤمنون بالله ورسوله، ما يبي لك دراهم ولا يبي لك، تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، جنات عدن إقامة دائمة، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.
فأسواق الجنة ميسورة، وكل عنده ثمن يستطيع يشتري، يستطيع ينافس، ينافس فيها لو ما عنده دراهم. عنده الصلاة، عنده الصيام، عنده ذكر لله عز وجل، جهاد في سبيل الله بنفسه أو بماله، ثم يحصل على المساكن بالجنة. وأعظم من الجنة رضوان الله جل وعلا، رضوان الله جل وعلا، ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة. فهذه مواسم الآخرة، وفي مقدمتها هذا الشهر، شهر رمضان الذي هو بين أيدينا الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا جميعا لاغتنامه والعمل الصالح فيه، وأن يجعله شاهدا لنا عند الله جل وعلا بما يرضيه، لا شاهدا علينا بالتضييع. ولكن الموفق من وفقه الله، والمحروم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو الكيس، يعني العاقل الحازم، من دان نفسه يعني حاسبها على عثراتها وزلاتها، دانها، ما يزكيها ويمدحها بل يدينها يحاسبها. من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، لأن المطلوب العمل لما بعد الموت هو المطلوب، ولا يبقى لك إلا العمل الذي بعد الموت هو الذي يبقى لك. أما عمل الدنيا هذا أنت ذاهب وتاركه لغيرك، أنت تعبت فيه وجمعته ولكنك تذهب وتتركه لغيرك. أما العمل لما بعد الموت هذا يبقى لك، ما أحد يأخذه ولا تؤخذ أنت منه، بل تبقى ويبقى لك دائما وأبدا. عمل لما بعد الموت. والعاجز هذا ضد الكيس، العاجز من أتبع نفسه هواها، كل شيء تبيه نفسه أعطاه إياه، من الكفر والشرك والمعاصي والزنا والسرقة والخمر والمخدرات وكل بلاء، يعطيها كل ما تبي يعطيها، أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يتمنى أنه من أهل الجنة وأنه بدون أعمال وبدون شيء، هذا عاجز، ما عاجز، هذا العجز الذي يلام صاحبه وهو الكسل، الكسل. أما العجز الذي لا يستطيع الإنسان معه شيء فهو معذور، العجز الذي لا يستطيع معه الإنسان هذا معذور، لكن العجز الذي يستطيع أن يعمل لو أراد لكنه تكاسل، هذا هو العجز الذي استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. العجز يعني الكسل الذي يستطيع صاحبه أن يعمل لكنه تكاسل، هذا هو الملوم. أما العاجز الذي ما عنده استطاعة هذا معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية والخاتمة الطيبة، وأن يجعل لنا من هذا الشهر أوفر نصيب، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين
وأعداء الدين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يقول السائل: يوجد عندنا مسجد صغير نصلي فيه التراويح، ونأتي بنسائنا فيصلينا في صالة الوضوء، ولا نستطيع أن ندخل الحمامات مخافة مزاحمة النساء، فألزم الإمام أن يستنجي الشخص في بيته، وجعل في الخارج زجاج ماء لوضوء الرجال، فما حكم صلاة النساء في هذا المسجد مع العلم أنه حصل تضييق على الرجال فبعضهم ترك صلاة التراويح في هذا المسجد؟ هذا التصرف غير صحيح، وهو جعل النساء يصلين في دورات المياه. هذا ما يصلى في دورات المياه، دورات المياه من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، حتى لو منع الناس من قضاء حاجتهم في وقت رمضان هذا ما يكفي، حتى تحول الدورات إلى ملحق للمسجد، وتنقل الدورات إلى مكان آخر. أما أن تبقى دورات ويصلى فيها غاية ما هو يمتنع عن قضاء الحاجة فيها مؤقتا، فهذا غير تصرف غير صحيح. والنساء ما هو لازم يصلن في المسجد، النساء ما هو لازم يصلن في المسجد، صلن في بيوتهن أحسن لهن، صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلن في بيوتهن، لأن دورات المياه من حاجات الناس، من ملحقات المسجد، فتبقى دورات المياه للناس توضؤون فيها لابد منها، والنساء تصلي في بيتها إلى أن يتيسر مكان لهن مناسب. نعم. يقول السائل: إذا غاب قرص الشمس وراء الجبل، وكان الفرق بين الأذان وغروب القرص 10 دقائق، فهل يفطر الصائم من باب تعجيل الفطر؟ لا، هذا ما هو بغروب للشمس، غروبها في الجدار ولا في وراء جبل ولا وراء شجرة، هذا ما هو بغروب. الغروب أن تسقط في الأفق، أن تسقط الشمس في الأفق، أما غروبها وراء هذا ما يسمى غروب، إذا حال دونها جدار أو حال دونها شجرة أو جبل هذا ليس غروبا للشمس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل، علامة غروب الشمس إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس. أما إذا غابت وراء جبل ما يقبل الليل ولا يدبر النهار، لأنه ما يزال النهار موجود. نعم. يقول السائل: رجل استيقظ على 5:30 بعد الفجر فأكل وشرب، وكان يظن أنها 4:15 قبل الفجر، فهل عليه القضاء؟ نعم، لا شك إن عليه القضاء، لأنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر. لماذا لم يتأكد؟ لماذا لم يسأل؟ فهو الذي فرط، فعليه القضاء. نعم. يقول السائل: أيهما أفضل، صيام الأيام البيض من كل شهر أم صيام يوم الاثنين من كل أسبوع؟ كلاهما فيه فضل، صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فيعرض عمل العبد وهو صائم أفضل.
وثلاثة أيام من كل شهر، لأن من صام ثلاثة أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكل يوم عن عشرة أيام في الفضل والأجر. نعم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم؟ معناه أنه تقدر في هذه الليلة، يقدر فيها ما يجري في السنة، يقدر فيها ما يجري في السنة من حياة وموت وولادة مواليد وأعمال وغير ذلك، أخذا من القضاء والقدر السابق، أخذا من القضاء والقدر السابق، فهو قضاء وقدر تفصيلي من القضاء العام السابق. نعم. يقول السائل: أنا شاب اعتمرت عن نفسي ثم ذهبت إلى المدينة، وعندما رجعت أحرمت من الميقات ونويت عمرة لزوجة عمي المتوفاة، علما بأن والداي ما زال أحياء وعمتي هذه لها أولاد، فهل هذه العمرة صحيحة؟ إن شاء الله صحيحة. عن الميت، عمرة عن الميت صحيحة إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: لي إخوة يتعاطون المخدرات، فنصحتهم فلم ينتصحوا فهجرتهم، ومضى على مدة الهجر سنة، فما حكم ذلك؟ نعم، العاصي إذا لم يتوب إلى الله يهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل، وليس للهجر على المعصية تحديد إلا أن يتوب، يهجر إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. يقول السائل: ما هو التعالم، وما نصيحتكم للشباب المفتون بالمتعالمين؟ التعالم ادعاء العلم، ادعاء العلم، إن الإنسان يدعي العلم وهو ليس بعالم، لم يسبق له أن تلقى العلم عن العلماء، وإنما تلقى العلم عن الكتب والمطالعة فقط، وليس عنده قواعد علمية يبني عليها، وإنما يطالع في الكتب ويمشي على فهمه، وقد يكون ما يخطئ فيه أكثر مما يصيب. هذا هو المتعالم، وهو خطر على نفسه وخطر على الناس، لأنه يتلاعب بدين الله عز وجل. لو خرج واحد على الناس وقال: أنا طبيب، أنا دكتور، أنا أعالج، وهو ما معه شهادات طبية، ما معه شهادات طبية، هل يمكن من العلاج؟ هل يمكن من الجراحة وشق بطون الناس والعمليات، إجراء العملية في القلب؟ ما يمكن هذا، لأن هذا خطر، فكيف يمكن هذا المتعالم يتلاعب بالدين؟ تلاعب بالدين أشد من التلاعب بالأبدان، فيجب على هؤلاء أن يتقوا الله، وأن لا يقولوا على الله بغير علم، فإن الله جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يجب على هؤلاء أن يتقوا الله، وأن يتعلموا أولا
يتعلموا قبل أن يتكلموا. نعم. يقول السائل: هل التسوك يكون باليمين أم بالشمال؟ تسوك يعني استعمال المسواك يكون باليد اليسرى لأنه من إزالة الأذى، واليسرى اليد اليسرى أو الشمال تستعمل لإزالة الأذى. نعم. يقول السائل: أنا شاب من دولة أجنبية، صاحبت شابة كافرة سنين طويلة فأنجبت بنتا، ثم تبت إلى الله والتزمت منهج أهل السنة والجماعة، ثم دعوت هذه الشابة إلى الإسلام فأبت فتركتها وبنتها. السؤال: ماذا علي في حق هذه البنت الصغيرة التي عمرها الآن 4 سنوات؟ البنت ليست لك، البنت بنت سفاح زنا، لا تلحق بأب، وإنما تلحق بأمها. ولد الزنا يلحق بأمه ولا يلحق بأب. نعم. والتوبة إذا تبت إلى الله توبة صحيحة تاب الله عليك، أما البنت فليست لك، هذه بنت زنا. نعم. يقول السائل: أخذت من زميلي $100 لأنني كنت بحاجة إليها، وعندما نرجع إلى البلد هل أعطيه عملة الدولار أم أعطيه عملة البلد؟ وكيف تكون معاملة العملات الأجنبية؟ تعطيه ما أخذت منه، تعطيه العملة التي أخذت منه، أخذت منه دولار تعطيه دولار، روبية تعطيه روبية، جنيه تعطيه جنيه، إلا إذا رضي أنك تعطيه بدلها عملة أخرى هذا يكون من باب الصرف، يكون من باب الصرف. إذا رضي تعطيه بدل الدولارات ريالات هذا صرف لا بأس بسعر يومها. نعم. يقول السائل: هل تجوز صلاة الاستخارة في نفس الأمر أكثر من مرة؟ نعم، يصلي صلاة الاستخارة إلى أن يترجح لديه أحد الأمرين، يكرر صلاة الاستخارة إلى أن يترجح لديه أحد الأمرين. نعم. يقول السائل: وأين يكون الدعاء في صلاة الاستخارة؟ الدعاء ليس في الصلاة، يكون بعد الصلاة، بعد ما يصلي الركعتين يدعو دعاء الاستخارة. نعم. يقول السائل: والدي يرفض أن أحج حج الفريضة، فهل له طاعة؟ لا، لو قال لك لا تصلي تطيعه؟ ما تطيعه، الواجبات ما يلي أحد أنه يمنع منها، فلا يمنعك من وجوب الصلاة من الصلاة الواجبة، ولا من الصيام الواجب، ولا من الحج الواجب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا طاعة لمخلوق ولو كان والدا في معصية الله عز وجل، وترك الحج وأنت قادر هذا معصية. نعم. يقول السائل: هل صحيح أن العاصي يضاعف إثمه في شهر رمضان؟ المعصية يغلظ إثمها تغليظ لا مضاعفة. نعم. يقول السائل: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودا؟ غير مجزي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام ولم يأمر بإخراج النقود، فيجب العمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجها طعاما من قوت البلد. نعم. يقول السائل: ما هي علامات ليلة القدر؟ ليس لها علامات
يعني محددة جاء بها دليل، ما فيه دليل على علامات لها، لكن الناس يجتهدون ويتحرون اجتهاد منهم. نعم، الله أخفاها، الله أخفاها سبحانه، وما دام أن الله أخفاها فليس لها علامات، من أجل أن الإنسان يجتهد في كل الليالي. أما لو اعتمد على العلامات اللي هو يرى ضيع بقية الليالي، يقول هذه ما فيها علامات. فالله جل وعلا حكيم عليم أخفاها، وما دام الله أخفاها لا يمكن لأحد أن يعرفها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله، أما غيره لا، ما يمكن. نعم. يقول السائل: هل يجوز لشاب يطلب العلم الشرعي وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة والصدقات، وذلك لأن أهله في بلدة أخرى ولا يصرفون عليه، إنما يأخذ من مكان تعلمه مبلغا يسيرا، مع العلم أنه يريد أن يتزوج وليس عنده نقودا كثيرة؟ يا أخي، يعمل هذا، عليه أنه يعمل ويكتسب، ما يعطل الأسباب ويقول يما بأخذ الزكاة ولا يكتسب. الحرف كثيرة، بيع شراء عمل، حتى لو أنه يحمل على رأسهم يشتغل ويكتسب، والأرزاق أسباب الرزق كثيرة، ما هي مقصورة على أخذ الزكاة. يحترف، يشتغل، يبيع ويشري، أو يعمل عمل ويأخذ عليه أجرة. نعم. يقول السائل: هل يمكن إعطاء زكاة المال للأيتام طعاما أو ملابس، لأن هؤلاء الأيتام لا يحسنون التصرف في هذا المال؟ تعطى لوليهم، وكيل الأيتام يعطى الزكاة وهو يتصرف فيها لمصلحتهم، ما تعطى للأيتام الصغار، تعطى لوليهم القائم عليهم. نعم. يقول السائل: عمي متزوج من عدة نساء، وقد خلف من النساء عدة بنات وأولاد، وقد رضع أخي من أحد نساء عمي، فهل أخي يكون أخا من الرضاعة لجميع البنات من الزوجتين؟ نعم، إذا رضع من امرأة رجل، إذا رضع من امرأة رجل صار ابنا لهذا الرجل وأخا لأولاده من جميع الزوجات. نعم. يقول السائل: ما حكم علاج الطبيب للمرأة إذا لم توجد الطبيبات أو لقلة خبرتهن؟ يجوز عند الضرورة، يجوز للرجل أن يعالج المرأة عند الضرورة، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز أن يعالج رجل امرأة. نعم. يقول السائل: إذا فات الشخص سنة الفجر هل يؤديها في وقت النهي بعد الصلاة أم بعد الإشراق؟ يخير، إن شاء صلاها بعد الفجر مباشرة، وإن شاء أجلها إلى بعد ارتفاع الشمس. نعم. يقول السائل: هل يجوز للرجل السفر من مكة إلى المدينة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يسافر من أجل زيارة القبر، إنما يسافر من أجل زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ثم تدخل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، يعني لا يسافر من أجل العبادة، لا يسافر من أجل العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نعم، يكفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.